طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. محاولة حوثية لتغطية جريمة الاعتداء على الصحفي مجلي الصمدي. الموقع بوست يتساءل هل ينهي التلاقي الإيراني السعودي الحرب في اليمن؟ ترامب يخرج من السجن بكفالة بعد اتهامه بالتلاعب في انتخابات 2020. أهلا بكم. تحظى المواقع المصورة للأطفال على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي برواج كبير لدى اليمنيين، الأمر الذي شجع عددا من الناشطين وصناع المحتوى في تلك المنصات على استخدامها بغرض الربح المادي. تجذب عفوية الأطفال المشاهدين، لكن في المقابل هناك انتهاك كبير لخصوصيتهم. يقول موقع بلقيس نقلا عن المحامية والحقوقية هدى الصراري الحائزة على جائزة مارتن إينيلز التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، إن هناك ضرورة لفرض قوانين لحماية الأطفال من التجاوزات والاستغلال بحيث تحدد السن القانونية لاستخدامهم مواقع التواصل. تضيف هدى الصراري أن استخدام بعض أولياء الأمور لأطفالهم للتربح عن طريق مواقع التواصل هو جزء من الإتجار، مشيرة إلى أنه بسبب قيام الأهل أنفسهم بذلك فإن المشرع يغفل أن عليه فرض عقوبات وعمل تشريعات تقنن هذه المسائل. بحسب هدى فإنه يجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تطبيق سياسات صارمة لمراقبة وحجب المحتوى الذي يستهدف الأطفال بطرق غير ملائمة، كما تدعو الناشطة الحقوقية أولياء الأمر إلى التفكير مليا قبل نشر أي مقاطع أو صورة لأطفالهم وفي تأثير ذلك على خصوصيتهم وسلامتهم في المستقبل، إضافة إلى التأكد من ضبط إعدادات الخصوصية على الحسابات في وسائل التواصل بحيث يمكن التحكم في من يمكنه رؤية المحتوى الذي تشاركه وتقليل انتشار المحتوى. بررت ميليشيا الحوثي الاعتداء الذي تعرض له الصحفي مجلي الصمدي في مدينة صنعاء الخاضعة على سيطرتها بأنه نتيجة طبيعية لتغريداته المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لإساءاته المتكررة للشعب اليمني. وتعرض الصمدي لاعتداء بالضرب من قبل عصابة مسلحة مكونة من 5 أشخاص قرب منزله في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وقال المصدر أونلاين إن المعتدين توعدوه بالمزيد إن لم يكف عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لاتهامات السابقة التي أطلقت بحق الصمدي وبرلمانيين ونشطاء ينتقدون ممارسات الميليشيا العنصرية وفسادها وإصرارها على حرمان الموظفين من مرتباتهم. اتهمت قيادات حوثية الصحفي بالإساءة للشعب وللرسول، معتبرة الاعتداء الذي تعرض له ردا طبيعيا من مواطنين غاضبين. أبرز المبررين للجريمة القيادي حسين العزي الذي قال في تغريدة على صفحته في منصة إكس أرفقها العزي بصورة الصمدي بعد الاعتداء عليه مع منشور له جاء فيه حقي وراتبي قبل النبي، النبي مش محتاج لي، أكد أو أكاد أجزم أنك لم تقصد الإساءة لرسول الله، ولكن قد يكون مواطنون كثر فهموا العكس والحقيقة ما كان ينبغي أن تذكر النبي بتلك الطريقة. وطالب القيادي الحوثي الضحية مجلي الصمدي بالاعتذار وحذف باقي تغريداته ملمحا إلى احتمال تعرضه للخطر وتابع ساعدنا على حمايتك، وهو تهديد مبطن لمجلي بأنه ليس في مأمن. غرد العديد من نشطاء وقيادات الميليشيا ما بين اتهام وتشكيك في حادثة الاعتداء على الصحفي الصمدي، مع تأكيد ضرورة ضرورة إخراسه ومنعه من الشتم والتهديد بالاعتداء عليه إلى منزله وضربه وقتله حتى لا يسخر من الشعب والنبي حد قوله. همدان العلي قال إن صرف المرتبات لن يوقف الغضب الشعبي ضد الحوثيين، وأضاف في مقاله المنشور على موقع المصدر أونلاين
تتزايد الأصوات الرافضة للحوثيين جراء سوء الأوضاع وعمليات النهب والسرقة والتجويع التي تمارسها عناصر الحوثي بشكل ممنهج في المناطق الخاضعة لسيطرتها. في مقابل هذا الغضب الشعبي، تراهن القيادات الحوثية على المرتبات، وتعتقد أن صرف الحكومة اليمنية للمرتبات في مناطق سيطرتها قد يحقق لها عددا من المكاسب، على رأسها إخماد الغضب الشعبي ضدها. يقولون في لقاءاتهم الخاصة إن الشعب اليمني سيخضع بمجرد أن تصرف له مبالغ شهرية، فالجائع سيكون ممتنا لمن يوفر له ولو الشيء اليسير من احتياجاته بعد سنوات من الحرمان وعمليات التجويع المتعمدة. وبالرغم من قدرتهم على صرف المرتبات من الإيرادات التي يتحصلون عليها، لكنهم يريدون سرقة كل ما بيدهم وتحميل الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية فاتورة دفع المرتبات في مناطق سيطرتهم، على أن يتم الصرف بنظرهم وبواسطتهم ليضربوا ثلاثة عصافير بحجر. المكسب الأول الاستحواذ على مليارات الدولارات من إيرادات ميناء الحديدة والضرائب والزكاة والاتصالات والجمارك والواجبات وغيرها من الأوعية الإيرادية، ويستخدمون هذه الثروة الطائلة في إثراء عناصر السلالة وتشييع اليمنيين. تخيلوا المشهد فقط، عصابة عرقية تستحوذ على ميزانية دولة بأكملها. المكسب الثاني تهدئة الشارع الناقم عليهم من خلال صرف مرتبات تقدمها الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية. المكسب الثالث في حال تم تسليم المرتبات للحوثيين لتقوم هذه العصابة بصرفها للموظفين، فسوف تتحول هذه الأموال إلى وسيلة جديدة لإخضاع اليمنيين. لكن هل ينتهي كل شيء ويستقر الأمر للحوثيين؟ ربما تتراجع حدة الانتقادات للحوثيين قليلا في حال تم صرف المرتبات، لكن لفترة وجيزة ثم تعود من جديد وبشكل مكثف. لماذا؟ الحوثيون بلا شعبية في الأوساط اليمنية، ولا يمكن لهم أن يكونوا قوة وينجحوا في إخضاع المجتمع الذي يرفضهم إلا باستخدام طرق غير مشروعة، فضلاً عن استغلالهم لكثير من الضحايا والأبرياء والبسطاء نتيجة الجهل والفقر. يقول الموقع بوست إنه بعد 5 أشهر من اتفاق بكين بين السعودية وطهران، عاود البلدان بخطوات متسارعة نحو إنهاء القطيعة التي دامت سنوات، لكن سياسيين يمنيين يقللون من تأثير هذا التلاقي على الوضع في بلدهم، على الرغم من أن الأزمة اليمنية كانت محورا رئيسيا لهذا الاتفاق. في 10 من مارس الماضي اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وإعادة فتح بعثتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما. عينت طهران بعد 2 شهر من هذا الاتفاق مساعد وزير الخارجية علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى المملكة، قبل توجه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو الماضي، فيما يأمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة من هذا التقارب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب اليمنية. أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد الكريم غانم، توقع من أجواء التقارب الإيراني السعودي هو مضي الحوثيين قدما نحو استئناف المفاوضات مع السعودية لحصد المزيد من المكاسب، مشيرا إلى أن حالة لا حرب الراهنة يريد الحوثيون تقاضي ثمنها من عوائد النفط والغاز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. يعتقد الباحث المتخصص بالشؤون العسكرية والاستراتيجية علي الذهب أن التوافق النسبي الحاصل بين السعودية وإيران سينعكس فعلا على خفض التصعيد داخليا وليس إنهاء الأزمة اليمنية، بسبب حمل كل طرف أجندة وتشكيلات مسلحة، كما هو حال عملية التنافس بين الرياض وأبوظبي في المحافظات الجنوبية، مما قد يؤدي إلى إفشال عملية السلام. يقول الذهب للموقع بوست إن الأزمة في اليمن تعقيداتها داخلية أكثر منها خارجية، لكن القوى الخارجية استغلت هذه الأزمة لتحقيق مصالحها. ويؤكد أن تزامن وصول وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض مع وجود وفد عماني في صنعاء هي إشارة من إيران إلى أنه يجب أن يمضي التفاوض خطوة بخطوة، لكن الرياض تبحث عن ثغرة تمكنها من الوصول للحوثيين بعيدا عن وجود إيران. بحسب موقع يمن مونيتور، أعلنت الخطوط اليمنية التوقيع على الاتفاقية النهائية لشراء طائرتي إيرباص
A320 وذلك في مدينة دبي الإماراتية. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود محمد وقع الاتفاقية النهائية لشراء طائرتي إيرباص من طراز A320 الأولى موديل 2013 والثانية موديل 2014. لم تحدد شركة طيران اليمنية الجهة المقابلة في عملية الصفقة، واكتفت بذكر مكان توقيع الاتفاقية وهي مدينة دبي التي باتت مؤخرا مركزا لمكاتب وسماسرة الشركات العالمية لبيع الطائرات المستخدمة. لكن مصدرا في هيئة الطيران قال ليمن مونيتور إن الطائرتين الجديدتين مستعملتان وهما تابعتان لشركة فيولينج الجوية الإسبانية باعتهما لليمنية كجزء من خطتها لإحلال طائرات جديدة بدلا عن تلك الطائرات الممنوعة من الدخول إلى أوروبا. وأشار بيان الشركة إلى أن الطائرة الأولى وصلت مطار دبي الدولي لاستكمال الإجراءات الرسمية للتسجيل باسم الخطوط الجوية اليمنية، والتي ستنضم لأسطول الشركة خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم استلام الطائرة الثانية بعد شهر من تاريخه. تملك الخطوط اليمنية 4 طائرات متوسطة الحجم بما فيها الجديدة، بعد أخذ أكثر من 4 طائرات كانت الخطوط اليمنية تستأجرها من شركات نقل جوية دولية. لماذا نختلف؟ سؤال جعله الكاتب محمد جميح عنوانا لمقاله في صحيفة القدس العربي. إنه عصر الخلاف أو الاختلاف السلبي الذي يتم التركيز فيه على ما يفرق لا ما يجمع، وما يمزق لا ما يوحد، حتى إن من يدعو لوحدة الصف يواجه بالتشكيك في نواياه ودوافعه السياسية، وحتى أصبحت مفردة الوحدة لدى كثيرين ترمز للرغبة في الاستحواذ والسيطرة وإلغاء الآخر بسبب ممارسات دعاتها من ناحية وفجور أعدائها في الخصومة من ناحية أخرى. أسباب الاختلاف السلبي تتضخم وتتكرس واقعاً نعيش كل تفاصيله وعواقبه، فيما عوامل التوحد والتقريب والاتفاق تضمحل يوماً بعد آخر بفعل الضخ الإعلامي والممارسات السياسية والصراعات المسلحة، وهو ما يزيد الهوة بين المتقاربين. عوامل الاختلاف منها ما هو فطري بفعل اختلافاتنا في القدرات الشخصية ومحدودية علومنا ومعارفنا، وبسبب تعدد زوايا النظر التي تعود لمحدودية قدراتنا الشخصية، ومنها ما هو مكتسب بسبب اختلاف مصالحنا وأهوائنا ودوافعنا ورغباتنا ومخاوفنا وأطماعنا. وهذه هي الأسباب الحقيقية لكثير من الخلافات والاختلافات السلبية اليوم. من أهم أسباب الاختلافات التي يمكن رصدها هنا عدم معرفة المختلفين بطبيعة بعضهم. نحن لا نعرف الآخر بشكل جيد، وعندما لا نعرف بشكل جيد نذهب لأيسر الطرق في تبرير خلافنا معه، وهذا الطريق هو إرجاع سبب الخلاف إلى الآخر الذي نصر على تخوينه وشيطنته، وفي أحيان كثيرة الافتراء عليه، وهو ما أطلق عليه القدماء الفجور في الخصومة الذي يكاد يكون سمة بارزة لدى المختلفين. ومبعث هذه النظرة السلبية للآخر يكمن في سوء الظن به، وهو السوء المنبني أصلاً على الجهل بهذا الآخر، وهو الجهل المؤدي إلى التصورات الخاطئة التي تصوغ فيما بعد علاقاتنا السلبية بهذا الآخر الذي نتعامل معه على أساس من صورته الذهنية لدينا لا واقعه الحقيقي. بدأت ميليشيا الحوثي إجراءات تحصيل وجباية جديدة من شأنها زيادة سوء الأوضاع الإنسانية، منتهجين وسائل وحشية وصلت إلى حد القتل لإرهاب المكلفين بدفع الجبايات. الخطوة الحوثية جاءت رغم الصعوبات المعيشية التي يقاسيها اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة ودخول إضراب المعلمين المطالبين برواتبهم شهره الثاني. بحسب صحيفة الشرق الأوسط، شهدت أعمال الجباية التي تنفذها سلطات الانقلاب الحوثية أخيرا مقتل 3 أشخاص على الأقل في حوادث متفرقة بمحافظات صنعاء، البيضاء والحديدة، إلى جانب اختطاف وإصابة آخرين من الاعتداء على ممتلكات وسلع وبضائع ومصادرتها. مدينة رداع في محافظة البيضاء شهدت واقعة إعدام ميداني لأحد الباعة على خلفية تحصيل الجبايات، حيث أقدم المشرف الحوثي محمد عبدالله الهاشمي
على تصفية مواطن وسحل جثته في الشارع العام بمبرر تأخره عن دفع الإيتاوات المفروضة عليه. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمشرف الحوثي الهاشمي وهو يطلق النار على هارون المصنف قبل أن يربط جثته بقطعة قماش ويسحلها في الشارع أمام المتسوقين، ونقل الهاشمي جثة المصنف سحلا إلى مكان خارج السوق ودفنها فيه، ولاحقا خطف بعض أقارب الضحية وأودعوا السجن لإجبارهم على التنازل عن القضية مقابل مبلغ 1,000,000 ريال يمني، أي أقل من 2,000 دولار. مصادر مطلعة في الحديدة تقدر احتجاز الميليشيا قرابة 200 مزارع من أهالي المحافظة في السجون بسبب عجز غالبيتهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم، في حين فرضت ميليشيا الحوثي قبل أكثر من شهر تحصيل الرسوم الضريبية على السلع القادمة إلى مناطق سيطرتها عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها بنسبة 100% لإجبار التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لها، وفرضت بقرار غير معلن زيادة ضريبية تصل إلى 200% على جميع البضائع والسلع، ودفع هذا الإجراء كبار التجار والبيوت التجارية إلى البدء بإضراب مفتوح عن إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة الميليشيا رفضا للإجراء، الأمر الذي أدى إلى اختفاء كثير من السلع من أسواق العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. كتب سمير عطلة في صحيفة الشرق الأوسط عن حكاية رئيسين وقال: هذا هو العالم هذا الصباح، رئيس أمريكي سابق موقوف في سجن بلدة صغيرة يفرج عنه مؤقتا بكفالة مالية، ورئيس روسي أبدي يبحث عن كلمات مناسبة للتعزية بطباخه السابق ومندوبه في حروب الخارج، والعالم كل العالم يرقب مذهولا، هل حقا هذا أنا؟ مهما شاهدت وتابعت من أحداث عبر السنين تظل المفاجآت أبعد منك. المفاجأة ليست في إسقاط طائرة يفغيني بريغوجين، بل في وجود من يلتقط صورة أصابتها بالصاروخ تلك اللحظة، رسالة حية وبث مباشر. عادة يموت المعارضون الروس بالطعام المسموم بالأشعة، لذلك نصح جو بايدن رئيس فاغنر بالتدقيق في لائحة طعامه، مخيلة محدودة. فماذا عن لائحة الرحلات الخاصة؟ كل ما تستطيع أن تفعله أينما كان موقعك أو موطنك هو أن تقلق، أو بالأحرى أن تخاف، لأن صراع المشاعر ليس أقل خطورة من صراع السياسات والنفوذ. إذلال ترامب في كفالة قضائية ليس أقل من إهانة بوتين في محاولة انقلاب عسكري من يدبرها رجل بلا رتبة عسكرية وبلا مكانة مدنية. تكررت الإهانة على بوتين 30 عاماً وهو غير قادر على استعادة أوكرانيا، ثم يقاتله وهو عقيد المخابرات والعقداء، ممثل عادي بلا لمعة. وتصل الإهانات ذروتها عندما يقود الجيش الروسي ضده محكوم سابق كان يعمل طباخاً لديه ويتولى تقديم السفرة بنفسه، عندما يستضيف صاحب الكرملين الرؤساء الأجانب. سوف يشعل ذلك مشاعر الروس كما سوف تشعل مشاعر الأمريكيين الإهانات المتلاحقة إلى سياسي أزلي الغضب والصخب والصراخ. مقلق صراخ المشاعر كما سماه عالم هارفارد دومينيك مويسي، لأنه مليء بالانتقام والتربص. وإذ تغرق 2 من الدول الكبرى في هاتين الأزمتين لابد من ملاحظة في الشكل والجوهر. ففي الديمقراطية الغربية يصير القانون في يد آمر السجن، بينما في ديمقراطية الشرق يظل القانون في يد العقيد الذي بدوره يصبح قائداً إلى الأبد. سلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه للسلطات في جورجيا، حيث يواجه تهمة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020 في احتجاز يعتبر سابقة للرئيس الأمريكي السابق. وتوجب على ترامب بحسب موقع البي بي سي عربي أن يدفع سند كفالة بقيمة 200,000 دولار ليتم إطلاق سراحه من سجن أتلانتا أثناء انتظاره للمحاكمة. وفيما بعد وصف ترامب القضية بأنها مهزلة للعدالة، وكان هذا هو اعتقاله الرابع خلال 5 أشهر في قضية جنائية، لكن هذه كانت أول صورة تظهر فيها الشرطة أثناء احتجازها له. يقول ترامب إن القضايا المرفوعة
ضده ذات دوافع سياسية، لأنه يقود السباق الجمهوري لتحدي الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية للعام المقبل، وهو أول رئيس أمريكي سابق أو حالي يتم توجيه لائحة اتهام ضده على الإطلاق. اتهم الرئيس الأسبوع الماضي إلى جانب 18 آخرين بالتدخل في نتائج انتخابات جورجيا بعد خسارته أمام بايدن بأقل من 12 ألف صوت في تلك الولاية. ومن بين التهم 13 التي يواجهها ترامب الابتزاز واستدراج موظف عام لانتهاك يمين منصبه والتآمر الانتحالي لشخصية موظف عام والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة. أحد شروط الإفراج بكفالة عن ترامب هو الامتناع عن أي تعليقات على وسائل التواصل تهدف إلى تخويف الشهود أو المتهمين الآخرين، كما لا يسمح له بإجراء أي اتصال مع المتهمين الآخرين إلا من خلال محاميه. موقع عربي بوست نقل عن طالبي لجوء وضعتهم السلطات البريطانية على متن سفينة مثيرة للجدل تابعة لوزارة الداخلية، قولهم إن الأوضاع على متن السفينة سيئة للغاية لدرجة أنها دفعت أحدهم إلى محاولة الانتحار. رسالة مكونة من 3 صفحات أرسلت إلى وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان تحدثت عن مخاوف طالبي اللجوء ويأسهم من حبسهم على متن السفينة، وناشدت الوزيرة مساعدتهم في البحث عن الأمان والحرية في المملكة المتحدة. وصف طالبي اللجوء السفينة بأنها مكان غير آمن ومخيف ومعزول، لكنهم قالوا إنهم باعتبارهم أشخاصا ملتزمين بالقانون فقد تخوفوا من عدم الانصياع لتعليمات وزارة الداخلية، ووصفوها أيضا بأنها مكان للمنفى وعبارة عن غرف صغيرة ومسكن مرعب. وردا على الرسالة قالت وزارة الداخلية: نجري الاختبارات ولا نعتزم إعادة طالب اللجوء إلى السفينة إلا عندما نتأكد من أن نظام المياه يلبي معايير السلامة ذات الصلة، إذ تظل سلامة من هم على متن السفينة أولويتنا. مجموعة منوعة من الصور المختارة نشرتها صحيفة الجاردن البريطانية نتابعها في هذه الجولة، أبرزها الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تعرضه للاعتقال في أحد السجون الأمريكية. مجموعة من رسومات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا الأخيرة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة وفي أمان الله.